ماجد كلامه عن أحمد موسى. أحمد موسى، شوف أحمد موسى لما تتحدث عن لاعب مسيرته ترجع إلى مسيرته الكروية وترجع إلى أنه موجود في منتخب نيجيريا وتجي تقول هل يستحق القميص الأصفر ولا لا، وكلنا نعرف القيمة الفنية العالية جدا والتاريخية لمنتخب نيجيريا هذا. وبعدين شوف، تبي تعرف أن كلام حمد الله صحيح 100% أنه اللاعب تأثر في الظروف الأسرية الصعبة، وكنت أشدت وقلت أنه محمد حمد الله وبره في والدته الله يحفظها له. اعرف، تعال ارجع مثلا الى مباراة الهلال والنصر في ملعب الجامعة الدور الاول، ارجع القيمة الفنية الاضافية. اضف الى ذلك بوجود ناحية مهمة جدا، هل معقولة سواء في مرحلة من المراحل سعود السويلم او الان ادارة الدكتور صفوان السويكت وعبد الرحمن الحلافي بنادي زي النصر وتدفع ملايين الدولارات على لاعب غير مفيد؟ أضف إلى ذلك زي ما قال أبو ريان، عملية فيتوريا واسم فيتوريا وقيمة فيتوريا اللي قاعد يخطط للنصر في كسب الصفقات في الفترة الشتوية الآن بطريقة ذكية ويفصل في أدق التفاصيل داخل وخارج الملعب. يعني هذه كلها يعني تغنيك تماما عن ده. أنا أبغى أقول بس ناحية بختم فيها عن حمد الله تحديدا، أنا أعرف تماما ومن مصدر قريب جدا من الأستاذ سعود السويلم، حمد الله بعد توقيعه للعقد وبعد ما لعب أكثر من مباراة وشاف أنه ما بعد عطاء وجمهور النصر ما هو ذاك التفاؤل اللي فيه، وتحديدا لما لو تتذكر مباراة القادسية والنصر اللي سجل فيها نفسه اللي هو أحمد موسى 3 أهداف هاتريك، يا أخي راح لسعود السويلم قال له خلاص أنا مستعد. يعني زي ما قال برضو قبل شوية أبو حنين أنه الرجل اللي خاطر ودفع الشرط الجزائي وهو مصاب وتجربته ما بين الجيش والريان وتجربته في النرويج وتجربته، وعلى فكرة ارجع للتاريخ حقه في كل تجاربه حتى وهو في الصين يلعب مع فريق لا يحقق بطولات ما كان فريق بطل مسجل هاتريك. إذا نقول لاعب متكامل ولاعب الله يعطيه الصحة والعافية وإن شاء الله يستمر في عطائه لمصلحته بين قوسين، لمصلحة الدوري السعودي، نجومية قوميز لمصلحة الدوري السعودي، عمر السومة لمصلحة الدوري السعودي. ترى الناس الحين في عملية انتظام تقول لا تبرر انطل الرأي وذا، لكن في عملية الآن أنه نقول الحمد لله على نعمة حمد الله ولا نقول على إيش الخوف عندنا حمد الله؟ مرابط أو قالها على فكرة، مرابط نفسه مرابط اللي هو يقول نتعلم منها قالها، فالناس تفسر أنه كذا. صدقني لو عملنا لقاء مع قوميز ولا مع عمر السومة وسمعنا حديث شيق، وأيضا يستاهلون كلهم أن نقول عنهم مثل مستوى هذا الحديث.